اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم اكتب لنا من الطاعات والرحمات ما يصرفنا عن النار، وحسن أخلاقنا لتكون سبباً في نجاتنا من أهوالها. اللهم اجعل خوفنا من النار سبيلاً لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اجعل خوفنا من النار سبيلاً إلى الوقوف عند حدودك وتعظيم شعائرك. اللهم اجعل خشيتنا من نيرانك باباً للسلامة إذا قدمنا عليك، ولا نجترئ على عمل يأخذ بمصيرنا إليها، واجعل من صيامنا ومن قيامنا حجاباً عنها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. والحمد لله.